أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من المساء اليمني، والتي نناقش فيها خروقات الهدنة المتكررة والتعتيم الإعلامي المرافق لترتيبات المفاوضات. لا شفافية إذن في مفاوضات الكويت، والتعتيم الإعلامي هو سيد الموقف قبيل بدء الجولة التفاوضية الجديدة، فالجهات التي يتم التواصل معها لغرض الحصول على المعلومات تجيب غالبا بأنها ممنوعة من التصريحات الإعلامية بموجب التزامات الجانب الأممي. الغريب أن الأمر يتناقض تماماً مع مبدأ الشفافية كمبدأ أصيل من مبادئ الأمم المتحدة، ويقصد بالشفافية مبدأ خلق بيئة تكون فيها المعلومات المتعلقة بالظروف والقرارات والأعمال الحالية متاحة ومتوفرة للجميع، والانفتاح على كل الأطراف ذوي العلاقة هو حق أصيل لجميع الشعوب. على نفس الصعيد، أكدت التداولات الإعلامية أن طرف الميليشيا الحوثية هي من اشترطت السرية التامة للمفاوضات متعلقة بمصير شعب بأكمله في مسألة يفترض أنها واضحة وتتعلق بقرار معلوم متمثل بإجراءات تطبيق القرار الأممي 2216 والنقاط الخمس التي أعلن عنها. يأتي ذلك في ظل استمرار اختراق الهدنة في أكثر من جبهة دون أن نجد تعليقاً صريحاً من أطراف التفاوض حول علاقة هذه الخروقات بسير العملية التفاوضية. ما هو إذن الهدف من وراء التعتيم الإعلامي المرافق لمفاوضات الكويت؟ ومن هي الجهة التي اشترطت ذلك ولماذا؟ وما أثر التعتيم على نتائج المشاورات التي تتعلق بمصير شعب باعتباره المعني الأول والأخير بالمفاوضات؟ وكيف يمكن أن تؤثر حالات الخروقات المتكررة على المسار التفاوضي في ظل تفاؤل المتفاوضين سواء من طرف الشرعية أو الإنقلابيين أو حتى الأمم المتحدة؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، لكن دعونا نذهب بداية إلى هذا التقرير ومن ثم نعود للبدء بالنقاش. مفاوضات في الظلام وبعيدا عن وسائل الإعلام، هكذا كانت الجولات السابقة وهكذا يراد للجولة القادمة أن تكون. يناقش المتفاوضون مصير شعب بأكمله ويشترطون أن تتم تلك المفاوضات بعيدا عن أعين العدسات ومعرفة ماذا يدور في الكواليس المغلقة. مشاورات جنيف واحد وبييل السويسرية خلال العام الماضي سادها تعتيم إعلامي كبير، ومع ذلك لم تخرج بنتيجة، بينما تقول التسريبات إنه يراد لمشاورات الكويت أن تكون أيضا بلا حضور إعلامي مرافق بحسب صحيفة عكاظ. إجراء المفاوضات بمعزل عن التغطية الإعلامية يتناقض ومبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة، ويعزز مخاوف وجود صفقات تدار من تحت الطاولة. تبدو الأمم المتحدة حريصة على خفض الحضور الإعلامي وتواجد الإعلاميين في أروقة المؤتمر، مبررة ذلك بالتقليل من الضغوط التي يتعرض لها المتفاوضون، وهي في الأصل لا تقدم أي بديل لذلك القصور يتعلق بتقديم المعلومات عبر الأطر الرسمية والبيانات والمؤتمرات الصحافية. ميدانيا لا زال التوتر سيد الموقف، ولا زالت الخروقات تسجل كل ساعة على الأرض، غير أن الأمم المتحدة وعلى لسان الناطق باسم أمينها العام قللت من أهمية تلك التجاوزات والخروقات، مؤكدة أن الهدنة لا زالت متماسكة وقابلة للصمود. سلوك يفهم من خلاله أن الأمم المتحدة تريد الوصول إلى يوم 18 من إبريل في الكويت بأية وسيلة كانت، وبعدها ستسعى للوصول إلى ما بعد الكويت دون أن تقدم وصفة طبية صحيحة نظرا لاستمرارها في التشخيص الخاطئ للأزمة اليمنية والتعامل بمعايير تفتقر للكثير من الجدية والشفافية فيما يتعلق بأطراف الصراع في البلاد، وحرصها على أن تكون الميليشيا التي تسببت في المشكلة جزءا من الحل ولو كان ذلك على حساب العدالة والاستقرار وتماسك الدولة. إذن للنقاش ينضم إلينا من جنيف عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين الصحفي نبيل أسيدي. مرحبا بك أستاذ نبيل. أهلا بك أستاذ نبيل. بداية، يعني أنت كصحفي، هل تجد من المبرر أو من المقنع أن يتم التعتيم الإعلامي لمفاوضات بهذا الحجم، مفاوضات تتعلق بمصير شعب وجيل بأكمله؟ لابد أن يكون الإعلام شاهدا حقيقيا على ما يجري على أرض الواقع. أما التعتيم الإعلامي فهو منافي لكل المواثيق الدولية وبما فيها مواثيق الأمم المتحدة التي تنص على حق الحصول على المعلومة وإبرازها للمجتمع لكي يعرفها.
لا يجوز لأي طرف إخفاء المعلومة مهما كانت. نعم لنا الحق كصحفيين في معرفة ما يحدث، وللمجتمع اليمني أن يعرف ما يحدث في هذه المفاوضات، لأن هذه المفاوضات ليست حكرا على طرفي المفاوضات اللي هو الشرعية أو الانقلابيين، بل هي حق أساسي من حقوق الشعب اليمني، وعليه ويجب عليهم أن يعلموه ماذا يفعلوا خلف هذه الكواليس. نعم سيد نبيل، يعني هناك من يعتقد أو يبرر ذلك بأنه لمصلحة نجاح هذه المفاوضات أو المشاورات التعتيم أو العمل ضمن السرية التامة لها، هل ذلك يعني مقنع بالنسبة لليمنيين؟ لطالما كان الانقلابيين يتحدثون عن أن المفاوضات لابد أن تكون سرية حتى لا يكون هناك ضغط على المتفاوضين. نحن نعرف أن المتفاوضون لديهم أجندة ولديهم أشياء معلومة واضحة. في جنيف 2 كان المطلب الرئيسي للميليشيات الانقلابية هو عدم حضور الإعلام تماما وعدم تغطية هذه الأحداث. ومن ثم المرحلة الثانية أتوا بإعلامهم وقنواتهم الإيرانية وقنواتهم المحلية لتغطية ما يحدث. هم بالتالي يريدون أن يلعبوا على وتر إخفاء المعلومة على الطرف الآخر، وأيضا إيصال معلومة مخالفة للرأي العام لما يحدث في اليمن. هذه الكارثة الحقيقية في التغطية الإعلامية، دائما ما يتحدث عنها الانقلابيون وما يريدونها بالفعل. علينا أن نعود إلى أن تعود الذاكرة إلى فترة قريبة فقط. عندما دخلوا إلى العاصمة صنعاء، ما الذي فعلوه أول مرة؟ قصفوا التلفزيون، حاولوا السيطرة على التلفزيون بقوة السلاح، سيطروا على المؤسسات الإعلامية، على مؤسسة الثورة، على وكالة سباع، على إذاعة والتلفزيون، وأيضا سيطروا على الإذاعة المحلية. لماذا سيطروا في البدء على هذه المؤسسات الإعلامية؟ نعم، وهذا لأنهم أيضا هو أرادوا السؤال المتكرر دائما، لماذا تخاف ميليشيا الحوثي تحديدا من الإعلام، ودائما هي حريصة على قتل الشهود خاصة من الإعلاميين؟ من لا يجيد قول الحقيقة لا يجيد سوى التضليل والتزييف والكذب. هم لا يجيدون قول الحقيقة أبدا، لا يريدون أن يعرف أحد هذه الحقيقة، ولذلك هم أرادوا تغطية كل ما يحدث من خلال سيطرتهم على الإعلام. ما الذي يحدث في اليمن؟ ما الذي يحصل على أرض الواقع؟ عليكم أن تطلعوا إلى صحيفة الثورة أو وكالة سباع أو الفضائية المسيطر عليها والإذاعة، ستجدون فيها من السفه الكثير. ما يقال على أرض الواقع وما يحدث على أرض الواقع لا يتم تغطيته بالتغطية الحقيقية. القصف متواصل على المدن اليمنية، الحصار، قتل المدنيين، كل ذلك ليس في وسائل إعلامهم. لا يوجد من صوت سوى صوت بنادقهم وعنترياتهم وأيضا زواملهم القبيحة. نعم سيد نبيل، يعني كنت قد صرحت اليوم لصحيفة عكاظ السعودية حول هذه النقطة تحديدا، حول التعتيم الإعلامي المرافق لترتيبات المفاوضات المزمع عقدها في الكويت في 18 من هذا الشهر، بأنها لا تأتي إلا سوى في إطار التغطية على أداء الانقلابيين الضعيف والهش والمراوغ. يعني كيف يمكن أن تفسر لنا هذا التصريح؟ الانقلابيون هو أمرهم واضح جدا، هم لا يريدون أن يوصلوا المعلومة إلى الآخرين. هم أيضا لديهم الكثير من الأشياء التي يتفاوضون عليها ويريدون إغفال الرأي العام أو استغفال الرأي العام عما يحدث. مثلا عندما ذكروا أنهم في مفاوضات جنيف أنهم يعني ملتزمون بإطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين من سجونهم قبل أي مفاوضات قادمة، ما الذي حدث حتى الآن؟ لم يتم إطلاق أي أحد منهم، ما زال وزير الدفاع، ما زال محمد قحطان، ما زال 20 صحفيين معتقلين في سجونهم، ومع ذلك لم يطلقوهم. هم يتحدثون إعلاميا بالشكل الذي يريدوه، يضخون لوسائل الإعلام التي تنطق لهم بما يريدون من تلك الأقوال، لكنهم على أرض الواقع لا يفعلون شيئا يذكر. في مفاوضات جنيف كان شرطهم الرئيسي عدم إدخال الإعلاميين أو عدم التصريح، حتى المؤتمرات الصحفية لا يوجد هناك مؤتمر صحفي سوى المؤتمر الختامي،
وهذا أمر مخالف لكل المفاوضات، على الجميع سنعود أن سنعود إلى هذه يعني. النقطة سيد نبيل الأسيدي، دعنا الآن نستقبل معنا عبر الهاتف من تعز العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكري في تعز، ومرحبا بك بداية سيادة العميد. حياكم الله، شكرا لكم. حياك الله سيادة العميد، صدر اليوم عنكم بيانا بشأن الخروقات المتكررة للهدنة من قبل من طرف ميليشيا الانقلاب، هل يمكن أن تلخص لنا أبرز هذه الخروقات؟ شكرا لكم على التواصل. فعلا الخروقات يعني خروقات كثيرة جدا، إلى حد الآن أكثر من 80 اختراق يعني الذي فعلوه المتمردين، بما في ذلك القصف المدفعي والصاروخي إلى الأحياء السكنية، يعني كثير من الاختراقات هذا كله يعني يحدث في بعد انطلاق الهدنة مباشرة. نعم. يعني الميليشيات دائما تحت الفوضى، واحنا متعودين منها انها لا تطلق لا تستمع ولا تطلق اي فكره تهديئه. نعم سياده العميد، وكيف تعاملتم مع هذه الخروقات؟ والله بالنسبه للخروقات احنا كنا من اول يوم اصدرنا يعني بيان عن المجلس العسكري التزاما بالهدنه بموقف توجيهات القياده السياسيه برئاسه رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة، وكنا يعني ناويين على ان احنا نلتزم في التهدئة تماما، ولكن الخروقات اللي حدثت نحن يعني فعلا الدفاع عن النص فقط يعني استخدمنا، ولكننا ضابطين النص ونعطي توجيهات للمقاومة والجيش الوطني بعدم أي اعتداءات أو مبادرة بإطلاق نار، ولكن الدفاع عن النص كما قلنا في البيان الاحتفاظ بحق الرد يعني. نعم، إذن أنت تقصد بأنكم فقط تردون على مصادر النيران من حيث أتت، يعني إنما لا تقومون بأي أعمال عسكرية بالمقابل. هذا بالضبط، هذا ما نفعل بالضبط يعني. نعم، ما هو الوضع العسكري الآن؟ هل لا زالت هناك اشتباكات متبادلة بين المقاومة والجيش الوطني وبين الانقلابيين حتى الآن؟ الآن اشتباكات موجودة، والآن تعزيزات وصلت الآن نعم. 39 طقم محملين بالأفراد وثلاث ناقلات محملة برضو بميليشيات، ومن بين 39 هذا تقريبا يوجد 6 اطقم محمله بالقناصين الذي بدون الان في جزئهم في الجبهه الشماليه والغربيه والشرقيه، وكذلك في اتجاه الشباب اتجه 16 طقم. نعم. يعني الان يعني قبل ساعه من الوقت هذا 16 طقم يعني تعزيز الى جبهاتهم في اتجاه الضباط. الآن يعني يقوم بإيصال هذا التعزيز من الميليشيات ومن الجيش العائلي التابع للأفطاش، وكذلك مزودين للقناصات، معنى هذا أنهم لا يريدون سلم ولا يريدون سلام. نعم سيادة العميد، هل أنتم على تواصل مع القيادة الشرعية للبلاد مع الحكومة بشأن هذه الخروقات وبشأن هذه التعزيزات والتحشيد العسكري، وما هو الرد من قبل الحكومة؟ احنا متواصلين طبعا مع غرفة العمليات في الرياض وفي ماري وفي عدن، يعني مع التحالف وكذلك القيادة السياسية والعسكرية الشرعية في الرياض، يعني المتواصلين على طول ونبلغهم أول بأول بكل الخروقات وبالتعزيزات. الآن أنا بلغت التعزيزات هذه الموجودة يعني قبل أقل من نص ساعة بلغت الكلام هذا، ونحن نتعامل يعني طبعا يعني دفاع عن الناس إلى حد الآن، ونطلب من الراعين لهذه المفاوضات أن يتعاملوا بجدية مع البلاغات التي نرسلها نحن، لازمنا يعني ضابطين النص أو نعطي توجيهات بضبط النص، ولكن للصبر حدود يعني ويعود الأمور يعني كما كان. فاحنا نطلب من الراعين في الكويت أن يتعاملوا بجدية
وبكل مصداقية مع هذه البلاغات ويتحدثوا بطرقهم الخاصة إذا أمكن بدون كلام ما يكون له صحيح أو 100%. نعم. طيب سيادة العميد، يعني كما تعرف أو كما هو متداول الآن إعلاميا بأنه يعني هذه المفاوضات أو هذه الترتيبات سوف يحيطها الكثير من السرية والتعتيم، هل تجد بأن هذا الإجراء مناسب بالنسبة لكم أنتم كقادة عسكريون تواجهون كل هذه الخروقات بشكل مستمر؟ والله احنا فهمت السؤال على أنه هل مناسب هذا الإجراءات اللي بتتم في الكويت؟ احنا بالنسبه للعسكريين يعني كوحدات عسكريه رسميه وشرعيه يعني من يعني لصالحنا التهدئه وصالحنا ايقاف اطلاق النار وصالحنا ذهاب ان فك الحصار المطبق على تعاد، ولكن الميليشيات هي من تصنع هذه الفوضات. وبالنسبة للتعامل احنا فقط نطلب من الراعي للتفاوض في الكويت ان يتعاملوا بجدية ويلزموا الطرف الاخر ان كان فيلتزم لهم بعدم الاختراقات المتكررة، وزي ما قلت عليك اكثر من 80 اكثر من 100 يعني اختراق لحد الان، يعني واصل الان انا اشوف بالله نواصل لنا أكثر من 20 اختراق حاليا، يعني فاحنا نطلب من الراعي للمفاوضات أن يتعاملوا بجدية وبكل يعني مصداقية، وإلا الأمور بتصبح لا شيء مثل سابقتها. نعم، أشكرك جزيل الشكر العميد صادق سرحان رئيس المجلس العسكري في تعز، وأتحول من جديد إلى السيد نبيل الأسيدي من جنيف. يعني كان معنا الآن العميد صادق سرحان يتحدث عن جملة من الخروقات اليومية بل استمرار التحشيد باتجاه جبهة تعز. يعني كيف تقرأ أنت هذه المتناقضات، الحديث عن هدنة خرقت منذ الساعة الأولى، وحديث أيضا في الطرف الآخر المسار السياسي عن ترتيبات بل وترتيبات يحيطها السرية، يعني كيف تقرأ أنت هذين المنطقين؟ يجب علينا أن لا ننسى ما يحدث في الفترات السابقة. نعم. الإنقلابيون لم يكن لديهم لا عهد ولا ذمة ولا دين أيضا منذ حروبهم السابقة، وهم يضعون المواثيق والعهود ويقولون، ولعلكم تذكرون الحادثة المعروفة أنت في وجه السيد، ونعرف ما هو وجه السيد، لقد التزموا دائما كعادتهم بخرق الهدنة، والتزموا بخرق القوانين، والتزموا بالكذب على الناس. الإنقلابيين من يفقد الحجة ويفقد القول الحق ليس له سوى الفهلوة وتغيير الحقائق، وأيضا قول المزيد يعني أو فعل المزيد من الخروقات التي اعتادوا عليها منذ فترة. ما الذي تريدونه من طفل يعيش في كهف ولا يعرف عن العالم ولا يعرف عن الستلايت ولا يعرف عن حق الحصول على المعلومة وعن الحرية شيئا، هو لا يعرف سوى ميكروفون يوضع أمامه ليتحدث إلى الآخرين ويعتقد أن العالم كله يستمعه وأن العالم كله تحت يديه. هم الآن يحرصون على الاستفادة من كل وقت أو من كل دقيقة في الهدنة لحشد القوات ولإعادة تجميعهم ولإعادة ترتيب صفوفهم وأيضا لمحاصرة المدن من جديد. هم الآن يعدون إلى معركة جديدة، لأنهم في الأساس عندما دخلوا المفاوضات لم يدخلوا بغرض حل القضية أو حل الإشكالية الحاصلة أو أيضا إعادة الدولة إلى ما كانت عليه، بل إنهم أرادوا من ذلك هو القول للأمم المتحدة أو الجهات الدولية نحن على استعداد للمفاوضات وما إلى ذلك، ولكنهم في أرض الواقع يرتكبون الشيء المخالف. الخروقات تتوالى، أمس القصف على تعز ما زال مستمرا، الحصار ما زال مستمرا، قاتل المدنيين ما زال مستمرا، تعذيب المختطفين ما زال مستمرا، اعتقال الصحفيين ما زال مستمرا، قنصهم، كل ذلك يؤكد على أن الميليشيات. طيب لماذا سيد نبيل
بالمقابل لماذا لم يصدر بيانا صريحا واضحا من نقابة الصحفيين بهذا الشأن بشأن حق الصحفيين والإعلاميين في معرفة الحقيقة ومعرفة تفاصيل ما يجري في هذه المفاوضات؟ باسمي وباسم نقابة الصحفيين أؤكد مرارا وتكرارا أن من حق الصحفيين الحصول على المعلومة مهما كانت، وهذه وأحب أن أؤكد أن هذه المعلومات من حق الشعب اليمني أن يعرفها. أنتم تتفاوضون على مستقبل الشعب اليمني ومن حقه أن يعرف. نحن الصحفيون أصحاب رسالة وعلينا أن ننقلها للمجتمع، ولذلك ليس من حق أحد إخفاء المعلومة مهما كانت أبدا. على الأمم المتحدة أن تلتزم بكل القوانين وبكل القرارات التي صدرتها بالمادة 19 مواثيق الأمم المتحدة الخاصة بالحقوق والحريات، بالعهد الدولي للحق الحقوق الإنسانية والمدنية، بالإعلان العالمي لحرية التعبير. كل ذلك هم ملزمون به، ويجب عليهم أن ينفذوه وأن يستمع الشعب اليمني لما يدور خلف تلك الكواليس. هل تواصلتم مع الحكومة بهذا الشأن أو حتى مع أي طرف من الأمم المتحدة للتراجع عن مسألة السرية المرافقة لهذه المفاوضات؟ تواصلنا مع أكثر من جهة، لكنهم يطرحون أمرا واحدا، هو أنه حريصين على أن تكون المفاوضات سرية حتى لا يتم تعرض المتفاوضين إلى ضغوط. نحن نقول لهم أن المتفاوضين هم أتوا عبر أجندة واضحة ومحددة. الشرط الذي وضعته الميليشيات من أجل تعتيم الإعلامي على ما يدور في تلك المفاوضات ما هو إلا محاولة لتضليل الرأي العام. في النهاية عندما تفشل المفاوضات أو في حالة لا قدر الله فشلت المفاوضات فيما بين الطرفين، فإن الميليشيات والانقلابيين كعادتهم سوف يحملون الطرف الآخر ويقولون أن الطرف الآخر هو من قام بإفشالها. هم يقولون الآن أن من اخترق الهدنة هم قوات الشرعية، وأن الطائرات هي من تقوم بالقصف، وأنهم لا يعني ملتزمون، وأنهم أقاموا بتوزيع مهام الرقابة. يجب أيضا هناك نقطة مهمة أحب أن أذكرها، هي يجب أن يكون للإعلام دور رئيسي في مراقبة خروقات الهدنة وحضورهم في كافة الفرق الميدانية التي تقوم بمراقبة الهدنة والتزام الأطراف بها. يجب أن يكون الإعلام حاضرا وشاهدا وموثقا لكل ما يحدث. نعم سيد نبيل الأسيدي والسادة المشاهدين، اسمحونا أن نذهب إلى فاصل قصير، نعود بعده لاستئناف النقاش. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد إلى الجزء الثاني من حلقتنا من المساء اليمني، وعودة إليك مجددا سيد نبيل الأسيدي. سيد نبيل، برأيك هذا التعتيم المرافق لهذه المفاوضات والمشاورات المزمع انعقادها بعد أيام، ألا تعتقد بأنه يمكن أن يؤثر على ثقة اليمنيين وثقة المتابعين المراقبين لما يجري في كواليس هذه المفاوضات؟ للأسف الشديد، من خلال التجربة السابقة لمفاوضات جنيف واحد واثنين والآن، هناك يأس شديد مما يحدث على طاولة المفاوضات. هم يعرفون أن الميليشية الانقلابية ليست لها مواثيق واضحة وعهود واثقة، لطالما قالوا أنهم ملتزمون بكل القرارات الدولية ومع ذلك فهم يخالفونها. في عهدهم تم قتل 15 صحفياً، تم اعتقال 86 صحفياً خلال مدة عام، ما يزال 20 منهم معتقلين، حق كافة المواقع، تسريح كافة الصحفيين في المواقع والصحف المغايرة الحزبية والأهلية والمستقلة. لقد فقد المئات من الزملاء يعني أعمالهم. كل ذلك لماذا؟ لأنهم يريدون إسكات الحقيقة، وأيضا ترك أبواقهم وصحفيهم هم المتحدثون فقط. هم أرادوا إخفاء الحقيقة وأرادوا أيضا تضليل الرأي العام. من لا يجيد قول الحقيقة، أتمنى صراحة أن يجيدوا قول الحقيقة كما يجيدون قنص وقتل أفراد الشعب اليمني. نعم سيد نبيل، الكارثة التي حلت باليمن. نعم سيد نبيل، في هذه النقطة تحديدا وهي نقطة مهمة جدا، هناك من يتحدث بأنه حتى القرار الأممي الذي يعتبر واحد من مرجعيات هذه المشاورات أو المفاوضات
لم يشمل الجرائم والانتهاكات التي حدثت ما بعد إبريل 2015، وهو التاريخ الذي تم إصدار القرار الأممي فيه، بمعنى أنهم بعد عام من إصدار القرار حدثت الكثير من الانتهاكات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، بحقوق الإعلاميين، وتجريف لكل مؤسسات الدولة. يعني هذا القرار الذي لم يشمل هذه الانتهاكات، يعني كيف تتعاملون معه؟ هل يمكن أن تسقط حقوق الناس والإعلاميين جزء من هذه الفئات التي تعرضت لكل هذه الانتهاكات؟ هل يمكن أن تسقط بالتقادم على اعتبار أنها لم يشملها القرار الأممي 2216؟ لا يحق لأي أحد، كانت منظمة محلية أو دولية، إسقاط أي جرائم حرب مهما كانت. هناك عدالة انتقالية يجب أن تنفذ. القتلى ليس مكانهم إلا السجن أو المحاكمة. ما حدث للصحفيين أو غيرهم من أبناء الشعب اليمني من المدنيين الذين قتلوا، هذه الجرائم هي تعتبر جرائم حرب ولا يمكن أن تسقط بالتقادم أبدا. المجتمع الدولي والقانون الدولي عليه أن يسير بمساره الصحيح. قبل أسابيع تم محاكمة مجرم الحرب في صربيا الذي قاد الحرب على البوسنة، وبعد كل هذه السنين تم محاكمته. نحن نثق تماما بالمجتمع الدولي وبقوانينه التي ستحاكم كافة القتلة. أحب أن أؤكد على هذه النقطة الرئيسية، قتلة الصحفيين وأبناء المجتمع المدني والنساء والأطفال لن يفلتوا من العقاب أبدا. كل القرارات الدولية هي قرارات لها علاقة بالتسوية السياسية، لكن الحق العام والحق المدني والحق الإنساني لا يمكن إغفاله أبدا. هم الآن يحاولون الضغط على المجتمع الدولي بأنه أي مفاوضات أو أي تسوية قادمة يجب أن تكون خارجة عن السياق المحاكمة القادمة لقاداتهم، وأيضا عدم محاسبتهم. أيضا المبادرة مثل المبادرة الخليجية التي منحت الحصانة لعلي عبد الله صالح، من منح الحصانة لعلي عبد الله صالح في تلك الفترة يمنحه القتل كل الجرائم التي مرت في هذه الفترة، لن يمنح القتلة. نعم، هذه هي المخاوف التي ترافق هذه المفاوضات، خاصة وأنها يعني محاطة بسرية. دعنا سيد نبيل الأسيدين، نستقبل الآن معنا عبر الهاتف من لندن الدكتور عيدروس النقيب، رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام. مرحبا بك دكتور عيدروس. أهلا وسهلا بكم، يا مرحبا. اهلا بك دكتور عيدروس. هذا التعتيم الاعلامي المرافق لترتيبات المفاوضات القادمه في الكويت، اضافه الى الخروقات المستمره والمتكرره للهدنه، يعني باي عين انت تراقبه كباحث سياسي؟ شكرا جزيلا وتحياتي لك ولقناه بلقيس ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الاكارم. السؤال ذو بعدين، البعد الاول وهو يتعلق سابدا من الجزء الاخير وهو المتعلق باستمرار انتهاكات ما يسمى بالهدنه. انا اليوم اعجبت بحديث زميلي وصديقي الاستاذ النائب البرلماني محمد الحميري في البرلمان المنتهي ولايته منذ 6 سنوات. قال انه لا توجد اختراقات في تعز، توجد حرب متواصله مستمره، لم تتوقف الحرب. ما المشهد الذي يجري في تعز، في الوازعيه، في جبهه الضباب، في مختلف المناطق في تعز، القتل العشوائي للمدنيين، استمرار انتهاك الحقوق، يبين لنا ان هذه الجماعه تقول ما لا تفعل وتفعل ما لا تقول. يعني وبالتالي فمجرد الموافقة على الهدنة هي جزء من هذا التلاعب الذي يمارسونه والخداع الذي يمارسونه على الرأي العام المحلي والإقليمي والعالمي. يعني الانتهاكات أعتقد أنها ستستمر، وأتصور أن المقاومة والوطنيين الذين يرفضون هذا المنهج الإنقلابي العسكري سوف يقاومون، لا يمكن أن يسكتوا احتراما لهدنة لم تحترم من الطرف الآخر. هذا الجزء الأول من سؤالي. الجزء الثاني يتعلم بالتكتم الإعلامي. أنا أعتقد بكل أسف نحن نعمل يعني ما يزال أخواننا
في السلطة، وطبعا لا نعاتب الطرف الآخر لأن الطرف الآخر هو غير معني بال غير معني بال 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 بالأخلاقيات والأدبيات والضوابط حتى الإعلامية والضوابط الإنسانية، لكن أنا أتكلم عن إخواننا في السلطة ما يزالوا يتعاملوا بعقلية الحاكم المطلق الذي يعرف كل شيء ويدير كل شيء ويتصرف في كل شيء ويعتقد إنه كل شيء طي الكتمان. نحن في عصر ثورة التكنولوجيا، ومجرد رسالة أو معلومة صغيرة تخرج من كل مكان، لا يستطيع الواحد أن يتكتم، وما تتكتم عليه اليوم سيظهر غدا. نعم، هو أيضا شكل من أشكال الوصايا. نعم، البعض يعتقد بأنها شكل من أشكال الوصايا أن يتم التكتم على مفاوضات تهم وتعني شعب بأكمله. يعني من حق الإنسان أن يتكتم على قضايا تخصه هو. نعم. عندما تتكتم على قضية تتعلق بمصير بلاد، بمصير شعب، بمصير قضايا، يعني حقيقة أنا سأشير إلى قضية يتساءل عنها أكثر من 5 مليون مواطن، وهي القضية الجنوبية. لم يتطرق لها القرار الدولي، لم تتطرق لها المبادرة الخليجية، مؤتمر الحوار الوطني يعني كلفتها، وفي الكويت لم يشار إليها، لأن حتى حديث الأخ والد الشيخ أشار إلى 5 نقاط: الانسحاب، تسليم المناطق، مش عارف إيش، اللجنة لمتابعة المعتقلين، لم يقل شيء. إذا لم تحل المسألة حلا جذريا تتعلق بمصير الشعب بشكل عام ومصير المستقبل، فإن هذه الترقيعات لن تكون إلا مجرد استراحة مؤقتة يذهب بعدها المتقاتلون لتجهيز أنفسهم لمعارك قادمة. يعني إن الهدنة هي فقط مجرد هدنة مؤقتة، لابد لممثلي الشرعية الذين يسمون أنفسهم شرعيين أن يتخاطبوا مع المعنيين. هم لا يمثلون أنفسهم، هم لا يمثلون عبد الرب منصور وعلي محسن، هم يمثلون الجماهير التي رفضت الحرب ورفضت الانقلاب ورفضت الاضطياع لمنهج السيد والزعيم. نعم سيد عيدروس، هناك أيضا من يعتقد أو يربط بين هذا التعتيم المرافق لهذه المشاورات وبين ذلك التعتيم الذي سبق اتفاقية السلم والشراكة سيئة الذكر التي وصلت في نهاية المطاف إلى انقلاب كامل وسقوط الدولة وبرعاية أمامية أيضا، كيف يمكن أن تربط أنت بين هذين المشهدين؟ أعتقد أنه بعض أحيان تكون عند بعض الطيبين مننا رهانات خاطئة على أن المجتمع الدولي هو مجتمع العدالة والقيم المثالية، يعني هو مجتمع العدل المطلق والعدالة الصارمة التي لا تعفي مجرم ولا تهمل حق مجني عليه. لا، المجتمع الدولي هو مجتمع مصالح ومجتمع توفيق بين الناس ومحاولة ترقيع المشاكل والخروج بحلول، يعني ترعى مصالح القوى المتحكمة في العالم. الرهان على الأمم المتحدة وحدها لن يؤدي إلى نتيجة، لأن الأمم المتحدة هي يهمها الترقيع والإبقاء على الأوضاع كما هي وعدم إغضاب طرف من طرفي الصراع أو من أطراف الصراع. ما جرى في مؤتمر الحوار الوطني ثم ما تلا من حرب قيل أنها انتهت باتفاقية السلم والشراكة، هي كانت اتفاقية السلم والشراكة هي كانت شرعنة الانقلاب، وما تلا من تداعيات ليست سوى تنفيذ هذا الاتفاق الذي بصراحة يعني كان مجحفا في حق السلطة والشرعية وفي حق الشعب اليمني. نعم إذن صحيح. هل سيتنبه الأخوة الذاهبون إلى الكويت؟ هل سيتحدثون؟ هل سيتنبهون أنه يجب تقليم أظافر هذا القوى المتوحشة يعني وتطويعها لتصير جزء من المواطنين وجزء من الوطن؟ أم أنها ستظل قوى مستشرقة تحتكم إلى السلاح؟ السلاح ليس أداة قتال فقط، السلاح هو أداة لفرض وقائع سياسية، وإذا لم ندرك هذا فإننا نتصرف بسذاجة بكل أسف أقول. نعم سيد عيدروس، ابقى معنا. أتحول من جديد إلى السيد نبيل الأسيدي. هناك من يتحدث بأن أي إعلان أو يعني نشر حول ما يتعلق بمجريات هذه المفاوضات ربما تكدر هذه المفاوضات وتفشلها، وهذا أيضا يطرحنا أمام سؤال أنه هل الوضوح والشفافية هي من يمكن أن تكدر هذه المفاوضات أم التعتيم والسرية التي يمكن أن تحيطها؟
لم تكن يوما من الأيام قول الحقيقة هي المشكلة. المشكلة هي عدم قول الحقيقة. يجب على الجميع أن يعرفوا ماذا يدور في تلك المفاوضات وأن يعرفوا ما الذي يحدث. ليس هناك أمر نخفيه على البعض. هناك حالة انقلابية واضحة على مؤسسات الدولة وعلى أجهزتها الرسمية وعلى كافة مجريات الحياة في الوطن. وهناك شرعية خرجت من العاصمة مطاردة وملاحقة وتم إقصائها بقوة السلاح. هناك أيضا محاولة لإعادة الشرعية في كل المحافظات. هناك قتل المدنيين، هناك خروقات للكثير من الاتفاقات بما فيها اتفاق السلم والشراكة الذي يتحدثون عنه. لقد منحهم اتفاق السلم والشراكة أن يحكموا اليمن إلى عشرات السنين، لكنهم جماعة انقلابية اعتادت الخيانة وأرادت أن تسيطر على كل مقدرات الدولة بقوة السلاح. اتفاق السلم والشراكة وضع تحت قوة السلاح والجميع يعرف ذلك، ومع ذلك انقلبوا عليه. فكيف ترون منهم القول الحق في أي مفاوضات أخرى؟ لقد انقلبوا على حتى على ما أرادوه هم. نعم، هو بالأخير يعني هذه الاتفاقية هي فقط موجودة في أدبياتهم، وكما ذكرت سيد نبيل هم انقلبوا حتى على هذا الاتفاق الذي كتبوه بأيديهم ثم انقلبوا عليه. سيد من جديد حول إليك سيد عيدروس، يعني فيما يتعلق بمحادثات سرية أيضا جرت بين الحكومة وبين الحوثيين من جهة وبين السعودية وبين ميليشيا الحوثي من جهة أخرى أيضا، هذه الاتفاقات السرية ومصاحبها من تعتيم إعلامي، كيف تقرأها؟ بالنسبه للحوثيين من حقهم ان يتكتموا، من حقهم ان يخفوا نهجهم، هذا يخصهم، نحن غير معنيين بهم. لكن بالنسبه للحكومه، انا في نظري كل من يتكتم على شيء معناه ان لديه شيء يخفيه الشعب يرفضه، فعليهم ان يقولوا لنا ما هو الشيء الذي يخفونه على الشعب اليمني مما يرفضه الرافضون. اذا كان لديهم ما هو مرفوض، أما إذا كانوا ذاهبين لتكريس مصالح وخيارات الشعب فعليهم أن يعلنوا هذا للشعب. يعني للأسف الشديد كما قلت هناك يعني تعامل بعقلية شمولية. يعني نحن ندعي الديمقراطية لكننا نتصرف بثقافة الشمولية والأنا المطلقة يعني وإلغاء عقل الشعب وإلغاء الجمهور وإلغاء الناس المتتبعين وإلغاء دورة التكنولوجيا، دورة المعلومات التي تدخل إلى كل بيت وإلى كل غرفة. يعني وبالتالي أعتقد أنه كما يقول الأخوة المصريين بيقولوا يا خبر أن هذا الفلوس بكرة يبقى بلاش. يعني لماذا يخذون شيء وهم سيعلن إن عاجلا أم آجلا؟ أما بالنسبة للقاءات التي تمت في الرياض أو في ظهران الجنوب، ظهران الجنوب وغيرها يعني أعتقد أن السعوديين من حقهم أن يعالجوا مشاكلهم مع الحوثيين بالطريقة التي تناسبهم، لكن نتمنى وهم قد دخلوا الحرب وقد يعني ظهروا في الواجهة إن لا يقدموا على خطوة إلا بما يضمن مصلحة الدولة الشرعية في اليمن التي ما يزال أمامها تحديات كبيرة بعد إنهاء الحرب إذا أراد الله وانتهت هذا الحرب. نعم، لكن بالمجمل سيد عيدروس، يعني كما أشرت أنه إذا كان سيخفوا اليوم معلومات غالبا يعني الجميع سيعرفها غدا بحكم ثورة المعلومات، لكن برأيك إلى ماذا تشيء هذه السرية؟ يعني أليس هناك من قلق معين؟ نعم، غياب الثقة بين الشعب ومن يدعي أنه يمثل الشعب. يعني هناك غياب للثقة، هناك هؤلاء أخواننا الذين يمثلون الشرعية هم لا يثقون بالشعب، هم ما يزالوا يتصرفوا بعقلية علي عبد الله صالح نفسه يعني وبعقلية الثقافة الشمولية اللي تربوا عليها. لا يستطيعون أن يقولون نحن ذاهبون لمناقشة كذا وكذا وكذا، أيها الشعب قل لنا برأيك. في أنا ما أتحدث كثير، لكن في بريطانيا الحزب الذي له جمهوره يهاتل كل أمطاره بعبر الإيميل هناك قرار سيتخذ بشأن كذا كذا، ادعمونا برأيكم. هؤلاء يخبون البديهيات التي قد معروفة للجميع، وهذا ما يعني أن هناك انفصال بين من يحكم أو من يتحدث باسم الشعب وبين هذا الشعب.
نعم دكتور عيدروس النقيب رئيس مركز شمسان للدراسات والإعلام، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من لندن، وأتحول إليك من جديد السيد نبيل الأسيدي. يعني هل لا زالت لديكم ثقة فعلا بالمجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة تحديدا المشرفة على هذه المفاوضات في أنها سوف تكون حريصة على إرساء مبدأ حق الناس وحق اليمنيين في معرفة الحقيقة والاطلاع على تفاصيل ما يجري في مفاوضات تعني كل يمني؟ هذا الحق هو حق إنساني على المجتمع الدولي أن يقف أمامه مليا. الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية عليها أن تضع أمام أعينها الحق الإنساني في الحياة والحق الإنساني في الحصول على المعلومة ومعرفة ما يدور في هذه المفاوضات. المفاوضات هذه لا تعني الحكومة الشرعية ولا تعني الانقلابيين ولا تعني أيضا الأمم المتحدة، هي أيضا تعني الشعب اليمني بكافة أطرافه وأطيافه وأيضا الضحايا الذين قد وأيضا الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن، أسرهم، الجرحى، كل من قدم تضحية في هذا الوطن من حقه أن يعرف ما يدور على أرض الواقع. نعم سيد نبيل، يعني كان تحدث السيد عيدروس عن أن هذا التعتيم هو شكل من أشكال الشمولية أو الوصاية على شعب من خلال اتخاذ قرارات بمعزل عن مشاورته أو حتى وضعه في صورة ما يحدث. يعني بالمقابل هناك من يعتقد أو يرى بأن جهود نقابة الصحفيين أو الجهود الإعلامية بشكل عام هي جهود مشتتة مقابل هذا الأداء الحكومي تحديدا، أنت كيف تنظر إليه ولماذا لا نجد جهود إعلامية منظمة لحق الإعلام في الاطلاع على ما يجري في مثل هذه المشاورات وغيرها؟ النقابة الصحفيين هي نقابة منظمة مجتمع مدني تبذل جهدها من أجل الحماية يعني الحقوق والحريات والدفاع عن الصحفيين. إذا كنا لنا من عتب فهو عتبنا على الجهة الرسمية والشرعية من وزارة الإعلام في الحكومة الشرعية وأجهزتها الإعلامية. هناك قناة في الرياض، قناة اليمن وقناة عدن ووكالة الأنباء سبأ وغيرها من الجهات الإعلامية التي تعمل في إطار الشرعية. للأسف الشديد رغم هذه الفترة الطويلة ليس هناك من استراتيجية إعلامية لما يدور على أرض الواقع. نحن لطالما طالبناهم بإيضاح الحقائق للشعب اليمني وأيضا لاتخاذ استراتيجية معينة تتناول كافة القضايا. المجتمع الدولي لن يسمعكم إذا لم تتحدثوا، المجتمع الدولي لن يرحب بكم إذا لم تقدموا له الحقائق. أنتم إخفاء الحقائق معناه أنكم شركاء في الجريمة، وهذا يجب أن تكونوا واعيين تماما. نعم. لما يحدث. نعم أشكرك جزيل الشكر الأستاذ نبيل الأسيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. وأتحول أخيرا إلى الشيخ سلطان العرادة الذي انضم إلينا الآن عبر الهاتف من مأرب، محافظ محافظة مأرب. الشيخ سلطان العرادة مرحبا بك الشيخ سلطان. مرحبا، شكرا. مرحبا بك. يعني شيخ سلطان، يعني كيف تتابع هذه التعتيم الإعلامي المرافق لترتيبات مفاوضات الكويت وأيضا الخروقات المستمرة للهدنة التي أعلنت في العاشر من هذا الشهر؟ شكرا جنات بلقيس على متابعتك مثل هذا الحدث الهام الذي يمر به البلد. الحقيقة كما تعودنا من هذه الميليشيات الانقلابية وأعوانها أنهم دائما يسعون دائما بحديث إعلامي وخلافه في الواقع. هم يتحدثون عن السلم ويتحدثون عن المحادثات ويتحدثون عن المشاورات ويتحدثون عن تنفيذ القرارات الدولية، لكن بالواقع العمل آخر تماما جملة وتفصيلا. هل أنتم متفائلون شيخ سلطان؟ هل أنتم متفائلون من هذه المفاوضات؟ هل تعتقد بأنها ستنجح نعم في ظل هذه الظروف المعتمة وأيضا نعم؟ يا أختي العزيزة، نحن كشعب يمني كما تعرفين وأنت واحدة من أبناء اليمن، الشعب اليمني شعب مسالم، شعب يحب الخير، شعب يكره الحرب، يكره المشاكل، شعب يدفع يعني الضريبة من دمه ومن حاله ومن ماله ومن وضعه ومن استقراره ومن مستقبله ومن عياله، يريد السلام بأي وسيلة، لكن سلام يكون حقيقي. لا سلام
لا سلام في اللسان والواقع والقتل. نعم. الجماعه يعلنون الهدنه ثم يطلقون صواريخ التشكى على منشات ومصالح الوطن. نعم. على مصالح وطنيه هامه للبلد. بعد اعلان الهدنه. الجماعه يعلنون السلام ويتقدمون في مواقع ويحاولون الضغط على كل المناطق. نعم. القتل مستمر والحرب مستمر من قبل هذه الميليشيات. اما السلام فنحن مع السلام ونحن نريد السلام ونحب السلام. وكل الشعب اليمني يحب السلام ما عدا هذه الميليشيات الانقلابيه التي لم تلتزم بقيمه من قيم المجتمع اليمني والقيم الانسانيه والقيم التي ترتبط بالشرائع والقوانين. نعم، إذن الشعب اليمني يحب السلام ويذهب إلى السلام عدا هذه الميليشيا الخارجة عن قيم كل اليمنيين. أشكرك جزيل الشكر الشيخ سلطان عرادة، محافظ محافظة مأرب، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. كما أشكركم أعزائي المشاهدين متابعتنا، نلتقيكم في مساء يمني جديد في أمان الله.